السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مع فيديو جديد من قناتكم عالم الكمبيوتر والبرامج. ازيكم؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. طبعا الفيديو بتاع النهارده احنا مخصصينه لتسريع ويندوز 11 بأداة مجانية اللي منزلاها شركة مايكروسوفت. لو حابب تعرف هنعمل ده مع بعض ازاي، تابع معايا الفيديو للنهاية. أول حاجة هتعملها تفتح المتصفح بتاعك، تمام كده، وتيجي هنا في الخانة بتاعت البحث تضع فيه الرابط ده، تمام. إن شاء الله هتركه لك طبعا في صندوق الوصف، وانتظر الحديث ما الصفحه تفتح. زي ما حضرتك شايف كده الصفحه فاتحه بلغه صيني، طبعا مفيش اي مشكله خالص، هو التطبيق لسه ما يعني ما تحولش لباقي اللغات، تمام. فانا هترجم الصفحه للغه العربيه، تمام كده، واضغط على اللي هي كلمه تحميل طبعا وانتظر. هو طبعا عشان انا محمل الملف قبل كده فظهر معايا بالصوره ديت، فانا هضغط له على حسنا، تمام. الملف طبعا هيتحمل، هضغط على اللي هي فتح وابدا اعمل عمليه سيت اب للبرنامج. تابع معايا الفيديو عشان اعرفك ازاي تشغله وازاي تفعله وتخليه شغال ما فيهوش اي مشكله. هتعمل علامه صح هنا، تضغط على انستول وانتظر الحديث من البرنامج يتم تثبيته على جهاز الكمبيوتر بتاعك. الاداه طبعا اداه فعاله جدا في تسريع جهاز الكمبيوتر بصفه عامه، ويندوز 11 بصفه خاصه، وفي نفس الوقت كمان في امكانيه ان انا اعمل عمليه فحص للفيروسات اللي ممكن تكون موجوده على جهاز الكمبيوتر بتاعتي وامسحها، تمام كده. اهوت بيأمن لي الجهاز بمعنى اصح، طبعا هو بيمسح كمان مسح سريع للفيروسات. هننتظر مع بعض الحين تثبيت البرنامج، واوري لحضرتك ازاي هنستخدمه وازاي تسرع بيه اللي هو ويندوز 11 اللي عندك وتستفيد بكل الخصائص الموجوده اللي فيه. طبعا لما نثبت البرنامج باذن الله على جهاز الكمبيوتر هيتحول للغه الانجليزيه، تمام. فما تقلقش، يعني اللغه الانجليزيه لغه بسيطه وسهله، فانت ممكن ببساطه تتعامل معاها. كل اللي انا هعمله دلوقتي ان انا انتظر الحديث ما يتم تثبيته على جهاز الكمبيوتر. زي ما حضرتك شايف كده عملية التثبيت بتتم بسرعة، تمام. هنتظر لحين الانتهاء واوري لحضرتك ايه اللي احنا هنعمله مع بعض. تمام كده عملية اللي هي تثبيت البرنامج تمت، هو اسمه بي سي مانجر، تمام. هضغط عليه عشان افتحه، طبعا بتظهر له طبعا ايقونة على سطح المكتب زي ما حضرتك شايف كده. هنشغله مع بعض ونشوف ايه اللي احنا هنعمله بيه وازاي نسرع جهاز الكمبيوتر. البرنامج طبعا فاتح معايا زي ما حضرتك شايفه كده بالصوره ديت، تمام. طبعا اول خانه اللي فوق دي هعمل عملية فحص لصحة جهاز الكمبيوتر بالكامل، أضغط عليه، تمام. هيبدأ يعمل لي عملية سكان، هنتظر لحد ما عملية السكان تتم، تمام كده. هو أنا طبعا بيفحصه لي إذا كان في بعض من الفيروسات، ولو في أي حاجة عايزة تتمسح ملهاش لازمة يعني على جهاز الكمبيوتر. هنتظر زي ما حضرتك شايف كده عملية البحث هي شغالة، تمام كده. هننتظر لحد ما تتم. تمام، هو هنا طبعا بيقول لي لو انت عايز تطبق بقى الخطوات ديت اضغط على فوق اللي هي العباره اللي فوق دي، اضغط، تمام. هيبدا يعمل لي عمليه مسح وتنظيف للجهاز زي ما حضرتك شايف، كل الملفات دي هو هيقوم بمسحها. طبعا لو انت لاحظت يعني حجم كبير، يعني الجزء الفوقاني ده 2 جيجا وبعد كده 900، يعني 1 جيجا وبعد كده 900، كل دي كانت ملفات ملهاش اي لازمه، هو البرنامج هيخلصك منها. طبعا دي كانت بتعمل ارهاق على الذاكره بتاع جهاز الكمبيوتر بتاعك وبتخليه يبقى بطيء، فاحنا دلوقتي هنتخلص منها، تمام كده. هننتظر طبعا الحديث ما ينتهي، وبعد كده هشرح لك باقي الخصائص الموجوده في البرنامج. تمام، لو انا بقى رجعت لورا هبدا اجيب مثلا اللي هو مساحه التخزين،
هنا بيقول لي لو انت عايز تعمل تنظيف عميق لجهاز الكمبيوتر بتاعك، فانا هضغط هيبدأ يعمل لي عملية مسح الملفات. هنا في 121 ميجا ممكن ملفات انا هتخلص منها، هضغط برضو عشان امسحها. تمام، هو عمال يمسح لي الملفات ديت. طبعا هو بيقول لي داون، خلاص كده اهوت. طيب هنا برضو اللي هي بيقول لي لو انت عايز تدور يعني على الملفات حسب احجامها. تمام، دي انا مش هستخدمها. هرجع لورا خطوة. تمام، هنزل عند حاجة اسمها ايه اللي هو الامان. قبل ما اروح الى الامان هدخل على حاجة اللي هي التطبيقات اللي بتشتغل مع بدء نظام الويندوز. طبعا دي اللي بتخلي الجهاز يبقى تقيل شوية، فانا ابدأ اعمل لها عملية ايقاف. مش هخلي بس اللي هو ايه الانتي فيروس، تمام، اللي هو الويندوز سيكيورتي، كل ده انا هوقفه ملوش اي قيمة معايا. تمام، وارجع هدخل برضو هنا لو انا عايز اعمل تسريع للجهاز هضغط على اللي هي بوست دي. تمام كده، فانا هنا بعمل عملية تسريع يعني في خطوة واحدة يعني. تمام، هدخل بقى على اللي هو السكيورتي الامان، هعمل عملية فحص لو عايز اعمل فحص للجهاز بتاعي اذا كان فيه فيروسات ولا مفيش. تمام، هنتظر. هو طبعا بيعمل لي عملية سكان لكل الملفات اللي موجودة على جهاز الكمبيوتر، كل اللي عليك بس ان انت تنتظر. طبعا كده عملية الفحص يعني انا كنسلتها على اساس ان هي هتاخد معايا فترة طويلة. تمام، فانا عايز اوري لحضرتك باقي اللي هي الخصائص بتاع البرنامج. هدخل برضو هنا لو انا عايز اعمل عملية تحديث للويندوز، لو في مشكلة في التحديث هضغط على ابديت، هيبدأ هو يمسح لي التحديثات اللي موجودة عشان لو في أي عندي تحديث أنا محتاجه هو هيشغله أوتوماتيك. تمام كده اهوت. يبقى أنت كده برضو البرنامج ده هيفيدك في إن أنت لو أنت حابب تخلي النسخة بتاع جهاز الكمبيوتر بتاعك متحدثة لأحدث حاجات مايكروسوفت منزلها، طبعا ده أمان ليك، هتشغل الخاصية ديت زي ما حضرتك شايف كده. دي التحديثات اللي هو هيبدأ ينزلها لي زي ما حضرتك شايف. طب لو أنا رجعت خطوة لورا اشوف اللي هي بتاع المتصفح، هو بيقول يعني ان انت تخليه يبقى الديفولت، يعني ده المتصفح الافتراضي. طبعا انا اصلا مش حاطط الا متصفح واحد اللي هو متصفح ايدج، هو كفايه. تمام كده اهوت. لو رجعت مره اللي هو كلين زي ما حضرتك شايف كده، انا ممكن ابدا اعمل عمليه مسح سريعه. تمام كده اهوت. كده انا حاولت ان انا اشرح لحضرتك باختصار اهم الخصائص الموجوده في البرنامج الرائع ده. طبعا بعد ما حضرتك تعمل هذه المواضيع لازم تعمل إعادة تشغيل لجهاز الكمبيوتر بتاعك عشان كل الحاجات اللي انت عملتها دي يتم تنفيذها. طبعا كده الفيديو بتاعنا النهارده هيكون انتهى. لو انت استفدت منه وتعلمت شيء جديد متنساش طبعا من اللايك والشير والاشتراك في القناة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.